يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من الاهلي الليله. النهارده ان شاء الله كالعاده وزي ما عودناكم دايما هيكون عندنا العديد والعديد من الفقرات الهامه اللي اكيد بتهم كل مشاهدي قناه الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. لكن طبعا في البدايه اكيد لازم هنتكلم عن الفتره الهامه جدا جدا اللي بيمر بيها فريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، واللي بتتمثل في مرحله غايه في الاهميه. الفترة اللي فاتت النادي الأهلي كان أو الجهاز الفني كان مقسم المباريات لمراحل، وكلها في الحقيقة مراحل مهمة جدا، ومهم جدا أن النادي الأهلي يتخطى عقبة تلو الأخرى عشان يوصل للهدف الأسمى والأساسي بالنسبة له، هو الفوز بالبطولات. النادي الأهلي ماشي في بطولتين بشكل مهم جدا وبشكل جيد جدا حتى الآن، سواء بطولة الدوري واللي قرب فيها بشكل كبير قوي، الفرق بقى نقطتين دلوقتي مع نادي الزمالك، وعندك مباراة إن شاء الله يوم السبت، مباراة مصيرية وغاية في الأهمية مع فريق نادي الزمالك. فبالتالي من ضمن أهدافك أن أنت تفوز طبعا في هذه المباراة علشان تحتل قمة بطولة الدوري العام. بعد فترة أو من منذ بداية الموسم النادي الأهلي ما كانش على صدارة هذا الجدول بسبب طبعا المشاركات الأفريقية والمباريات المؤجلة، وأكيد بسبب بعض النتائج اللي كانت مع بداية الموسم. لكن مرحلة أكيد زي ما قلت لحضراتكم مهمة جدا. الشيء الآخر اللي بنركز فيه الجهاز الفني وهي بطولة دوري أبطال أفريقيا، واللي انتهت خلال الفترة اللي فاتت بصعود النادي الأهلي لدور الثمانية. مباراة ومواجهة هتكون مصرية أيضا ومهمة جدا مع فريق سان داونز الجنوب أفريقي، هذا الفريق القوي جدا. لكن الأهم خلينا في اللي احنا مقبلين عليه وهي مباراة نادي الزمالك. استعدادات أكيد قوية جدا جدا بالنسبة للنادي الأهلي، مباراة قمة تبقى مباراة قمة حتى لو فرق النقاط كان أكتر من كده سواء لصالح الأهلي أو لصالح الزمالك، لكن أكيد مباراة بيتابعها عدد كبير جدا من الجماهير سواء المصرية حتى لو مش أهلاوية وزملكاوية أو حتى كمان الجماهير العربية، وبالتحديد كمان الفترة دي هيتابعها جمهور شمال أفريقيا وبالتحديد جمهور تونس وأيضا جمهور المغربي بكل تأكيد، وخصوصا أن في بعض اللاعبين سواء علي معلول في النادي الأهلي، في فرجاني ساسي في الزمالك، حميد أحداد في الزمالك، وليد أزارو في الأهلي، خالد بطيب في الزمالك، يعني في عدد من اللاعبين العرب واللي في الحقيقة بيأدوا مستويات أكثر من رائعة، وبتحديد علي معلول نجم نجوم النادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت، وكمان عندنا وليد أزارو من في المقابل فرجاني ساسي في الزمالك من اللعيبة القوية والمميزة جدا. لكن أيا كان هتبقى مباراة مرتقبة كل الجماهير منتظراها بشكل كبير جدا. الأهم بالنسبة للنادي الأهلي أنه هو يفوز في هذه المباراة ويوصل لهدف من ضمن أهدافه اللي مش هينتهي بهذه المباراة، لا هيكون لسه الهدف مستمر وهو حصد اللقب والحفاظ عليه والفوز ببطولة الدوري رقم 41 في تاريخ بطولات النادي الأهلي من خلال بطولات دوري الممتاز، دوري المصري الممتاز. فان شاء الله بكل تاكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المرحله. هتغلق ان شاء الله بعد مباراه الزمالك وتكون باذن الله واحد احد فايز في هذه المباراه، تغلق صفحه الدوري عشان تركز في مباراه سان داونز وتعود مره اخرى تشارك في الدوري من خلال مباراه الاتحاد، وبعد كده عندك مباراه سان داونز، وبعد كده المقصه، لان يعني داخل في عدد من المباريات الكبيرة والمهمة جدا بالنسبة للنادي الأهلي. وفي الحقيقة شهر 4 بالتحديد هيكون شهر حاسم ومصيري في تحديد الأبطال، تحديد بطولة الدوري أو بطولة دوري أبطال أفريقيا بالنسبة للنادي الأهلي. فبالتالي كل التركيز سواء من قبل الجهاز الفني أو من قبل اللاعبين اللي مدركين جدا مدى أهمية الفوز في مباراة الزمالك، وفي الحقيقة مش بس الفوز في مباراة الزمالك، انت عايز تفوز بالبطولة نفسها، وكمان الأهم جدا جدا بالنسبة لجمهور النادي الأهلي السنة دي وكل سنة بكل تأكيد هو الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا. فبالتالي إن شاء الله كل دعوات الأهلاوية للنادي الأهلي في تدارك أو تخطي هذه العقبات والمراحل الصعبة، وأكيد مباراة الزمالك عقبة كبيرة ومباراة صعبة جدا في ظل تفوق نادي الزمالك هذا الموسم من حيث الأداء في بطولة الدوري، وفي الحقيقة هو حتى الآن هو متصدر هذه البطولة. إن شاء الله يكون متصدر لحد يوم السبت بس الساعة 9 بإذن الله يكون النادي الأهلي هو المتصدر بفارق نقطة عن الوصيف نادي الزمالك في بطولة الدوري، عشان يقدر إن شاء الله الفريق يستمر في مسيرته من خلال هذه البطولة الهامة جدا بالنسبة للنادي الأهلي وبالنسبة بكل تأكيد لجماهيره.